عمك. هلا والله يسعدك. شو اخبارك؟ شلونك؟ الله يسلمك. شلون كيفك؟ الله يحفظك. انا كنت اخذ راتب رعاية. اي. وصار سنتين ونص قطعوا، لا عندي راتب، لا عندي سيارة. نعم. لا عندي بيت، انا نازل بالحواسب. هاي الحواسب مقبالك، امك في سيارتكم مقبالك. فعمي شنو السبب اللي قطعتوه؟ صار سنتين ونص. بها داعي اراجع، قالوا ما محدث، حدثت، قالوا ما محدث، حدثت، وماكو لليوم ماكو لا راتب لا ابن لا اخ ولا ام، والحمد لله والشكر، هن 100,000 دينار، وقطعوا انا صار سنتين وانا رجال عطال بطال، زين هسه لا تريد تشغلني، شغلني انت ما ادري، يا عمي رجال كبير. انت من الله يعينك، صحتك ما تعينك وعمرك مو مال اي شغله تشتغل بيها. هسه هي 100,000 دينار. صار يعني تقطعونها وتخلوني يومي انا رايح راتب حاط 5,000 تاكسي وروحه وجايه ما بيها داعي. هو راتب رعايه. عندك شيء؟